والله هو المخرج الوحيد اللي اتخانقت معاه رامي امام بصراحه، وهو استغل ان انا ابوه وانا كمان يعني وانا يعني عملته كابني، وده كان خطا مننا احنا الاثنين. فاصر على حاجات في المسرحيه الحقيقه انا كنت ايه مستغربها شويه، انما اتضح بعد كده ان هو كان سليم حقيقه، كان رايه سليم، خاصه ان هو كمان منحاز لجيله، منحاز لزمايله الممثلين الشبان. حتى لما جبت يخرج راح جاب كل الناس دول معاه في المسرحيه يعني، منهم الاستاذ خالد ابي سرحان، منهم تامر عبد المنعم، منهم حوالي يمكن 10 12 شخصيه موجودين كانوا معاه في جزيره القرى، جابهم كلهم في المسرحيه.